معلش في سؤال ثاني لو سمحت. تفضلي. ساعات او مش عارف يعني روح الميت هل تأتي يعني يعني بيعرف عنا شو بنسوي هون احنا في بيته مثلا؟ ابدا، هذه خرافات تدور في اذهان بعض الناس. الميت اذا مات انقطعت علاقته بالدنيا بالكلية، يعني لو نزلت القنابل الذرية، هل سمعت عن واحدة منها لما انزلوها الامريكان على اليابان؟ لو نزلت مئات القنابل الذرية على هذه الارض الكروية ما بيحس الاموات بها اطلاقا. إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث، وربنا يقول في القرآن الكريم وما أنت بمسمع من في القبور، فالموتى لا يسمعون، فلا تصدقي هذه الأخبار كلها.